اختطفت طائرة وهي في 17 من عمرها، واحتجزت عليها 140 إسرائيلياً وأصابت رصاصتها نتنياهو. فمن هي تيريزا هلسا التي كادت أن تقتل نتنياهو؟ في عام 1954 ولدت تيريزا هلسا لعائلة أردنية في بلدة عكا شمال فلسطين، وبعد أن انتهت من الدراسة الثانوية انتقلت لدراسة التمريض في مدينة الناصرة. ظلت حياة تيريزا طبيعية كأي فتاة في عمرها حتى وقعت حادثة مأساوية في بداية سبعينيات القرن الماضي غيرت وجهة تيريزا إلى الأبد. ففي عام 1971 قررت تيريزا مغادرة الأراضي الفلسطينية بعدما قامت القوات الإسرائيلية باعتقال شاب من أبناء عكا، والذي توفي حينها بسبب تعرضه للتعذيب. انتقلت تيريزا إلى لبنان لتنضم إلى منظمة أيلول الأسود، وفي مايو 1972 شاركت في عملياتها الأولى، إذ قامت هي وعلي طه أبو سنينة وزكريا الأطرش وريما عيسى باختطاف طائرة بلجيكية كانت تقل 140 إسرائيلياً في رحلة منطلقة من فيينا وتحط الرحالة في مطار اللد بتل أبيب، عملية كان هدفها الأول والأخير هو مبادلة الرهائن الإسرائيليين بأسرى أردنيين وفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، ولكن العملية لم تكلل بالنجاح. فأثناء المفاوضات وعلى حين غرة قامت فرقة خاصة من القوات الإسرائيلية باقتحام الطائرة بعد أن تنكروا بهيئة الصليب الأحمر الدولي مترجلين بسيارات الطعام، وكان من بين هذه القوة رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو. ورغم التفوق العددي وقوة النيران رفضت تيريزا ورفاقها الاستسلام واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية، وخلال هذا الاشتباك تمكنت تيريزا من إصابة نتنياهو برصاصة في كتفه كادت أن ترديه قتيلاً. أما هي فقد ألقي القبض عليها برفقة زميلتها ريما عيسى بعدما أصيبت تيريزا بطلقات عدة فيما قتل زميلها الآخران، وبعد إلقاء القبض عليها حكم عليها بالسجن لمدة 220 سنة، لكن وبعد 12 عاماً فقط أفرج عنها في صفقة تبادل للأسرى عقدت بين الفصائل الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية لتمنع من دخول الأراضي الفلسطينية حتى وفاتها في مارس عام 2020 بعد صراع مع مرض سرطان الرئة عن 65 عاماً.